السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير وجمعة مباركة إن شاء الله على الجميع. يا رب تسهيل الأمر إن شاء الله، موسم خير للجميع. اليوم طبينا المحمية، والمحمية صايرة ضجة، وتعرفون التوانة ما جاي أفرغ، بس أذب الأكل وأطلع، أحطل هنا أكل وأطلع. مثل ما تشوفون الطيور جاي تاكل، لانه احنا دخلنا عليهن من الصبح غبشه. هاي الطيور شوفوا مثل ما تشوفون، صار عندنا فرخات بس تعرفون الفرخات اول وجبه لهن، يعني بيض يصير وبيض ما يصير، يعني مو كل البيض ينتج. مثلا عندك فنجز، مثلا صار عنده ثلاثه وبيضتين مثلا ما تصير، لأنه بداية موسم، بعد أكثر جهوزية بعد الطيور ما جاهزة كلش، وما يصير عندنا جاي، يصير عندنا واهس، لأنه ماكو تفاعل بالقناة. قناة إذا كان بها تفاعل طبعا كل واحد يقدر يصير له واهس، يصور وترتيباته. أي مثل ما تشوفون الطيور جاهزة، وبعدين احنا مثل ما قلت لكم ما جاي نفرغ، نصور لكم هواي لانه عندنا اشغال اكثر من اللازم. شوف القاعية شلون صايرة، طبعا هذا الاوادين ماكو مشكلة، نقدر نلمه ونحرقه او نطلعه برا، بس يستفاد من عندنا العشوش. تعرفون الطير من يصير عنده فرخات يلم عش ثاني للفراخ، لانه افراخها من يطلع من العش لازم يسوي لهن عش ثاني يحمل بيه انفسهن، لانه مكانهن مثلا يطلع من عده لازم يسوي له مكان عش ثاني على مود البرد، او يحميهن بيه ينامن بيه هيج. هذا البيت الثاني يسوى لنا الفندق. يوم مغيم الدنيا، جو مغيم واكو مطر، يمكن ما ادري. طبعا هذول جوان الفرخات، تعرفون انتو بعد الفرخة الطير اذا جوا فرخ ما يخاف. قبل فترة حجلنا اكو بعض الفرخات، حجلناهن وبعض الفرخات بعدهن ما حجلات. اكو بيض اكو فرخات، بس تعرفون انت الفرخات مو كاملات، بس مثل هذا عندنا ايش بيه فرخات، وقبل فترة حجلتهم بس ما اقدر ادنا لهم لانه يخاف من عدي، لان خاف يطلعن ويلاقيهن البرد. هذا شلون العصفور، مو تقولون مثل الفنجز البلخانة، هذا ما شايف بشر، لا شايف واحد مدني له. عجلت منه صغار وهسه ذني قريب يطلع، يعني ابيهن اكو نسل.
من يطلع عن ان شاء الله نصور لكم اياها. شوف العشوش ايش قد قام يسوون فوق على مود ينامن به الفحل، ينام به مثلا لا طيره ايش كانت قافه. هذا من طبيعه الفنجز بالجو هنا طبيعي او مطر به مثلا يدخل بعش، العفو يدخل بالعش على مود البرد، يعني طبيعي يسوون عشوش وينامن به. انا على سبالي كان اقول شنو هاي الكثره مال العشوش يظلن مع شعشات هاكد، يعني هذا مسوي عش هنا ومسوي عش هنا. الظاهر بعدين عرفت هنا بالمهميه اذا سوى اكثر من عش ثلاثه اربعه هم اله وهم للفرخات ملاته. بالليل الطيره لا كبرن فرخاتها هماتين تروح تنام ويا الفحل بعش ثاني. فتفاجئت هاي الطبيعه بالمهميه تختلف عن الخانات. هاي الخانات انت مسوي له عيش واحد فقط يكبرن فرخاته وطلعها انت تسحبن من عده. فهذا لا هنا بالمحميه يختلف الطير، لانه شفت هذا تابعت الطيور وشفت العشوش ليه. هذا الفحل ابو عليه مثلا مع عش هنا، هذا عش، شوف هذا عش، هذا طبعا بفرخات بس لسه ما حجلت. هنا الفرخات بس سبعة عادي ما حد جلس. بيهن صغار وبيهن يعني بعد التعجيل يستحق التعجيل. هذا الوضع عندكم تصوير. طبعا انا ادور على فرخ بهذا العش، تذكرون من راويتكم هذا الفراخ هنا، واحد لقيته هنا بالقاع كاتلاته ما اعرف وياها الكاتله مشابعاته نقرات. الظاهر عندي مثلا طير الجنه او بقيه الطيور كاتلاته ما اعرف، فما عرفت من اللي نقره. بالطبيعة مثلا الأمهات يحامن عن الفرخ وبقى بعد واحد ما هو المشكلة، وين مال ذاك الثاني الكبير يعني المشكلة. المهم مثل أخوه يعني يموت يموت راح، بس احنا نقول يعني أرد أعرف السبب وأنا ما جاي أفرغ، أرد أعرف السبب شلون وليش الفرخ راح. ندور المي لين غرقت عندنا، تعرفون انتو هذا الجهة ازقيها لين ما يصعد لها المي مال التقطير مال الشلال، ازقيها كل فترة بس اسبوع كل اسبوع ازقيها مرة لين جل برد ما يريد المي هواي. فخلنا ندور المي واجيكم.
طبعا اكو اكو فراغ فوق هناك يعني صارت على الدرج قبل فتره رويت كمان على هذا هناك هذا العش الفوق طبعا اكو فرخات هناك هماتين ثلاث فرخات لانه البيض ما جاي يلقح صحيح يعني اول جهوزية لهن الطيور فراد له وقت يعني يجوز الوجبة تجي يكمل البيض لان احنا جايين نجهزين مثل هاي الخضروات كامل والبذور جايين نجيبها وفوقها القنفذ القنفذ كلش محفز للطير هسه ذن عندنا هنا فرخات فوق لقيتهم وساعدتهم بالدرج لانه ما اقدر اخذ وياي التصوير لانه عاليات فوق الكل بالاخير المحميه هاي عاليات طبعا هاي كناريه اكو كناري مبيضه هسه مو وقت بياض مالتهم يعني مو وقت موسمهم مو موسمهم بس هاي مبيضه بس وحده اي هيك مشتهية ما ادري المهم بيضة هنا وقافة هماتي ما ادري يصير ما يصير ما ادري بس هو الطيور مو جاهزة مثل الفنجز الفنجز يجهز بسرعة نروح نرش الحديقة داير ما دايرها ونزقل شوف هسه مثلا اوراق هاي كلها تراب راح ارشها بس مو على الفرخات اللي جهة من الفرخة ما رشه يبقى المطر هو المطر يعني عادي بالمطر عادي طبعا المحمية مو هواي بيها طيور الكناري بيهن تقريبا 6 زواج الفنجز بيه تقريبا 7 زواج الحسون بيه تقريبا 7 زواج الحسون ما طلعت معده لانه قليلات انتاج ذاك الموسم كان قليل ما صنع عندنا غير بس 2 فرخات والباقي كله استحل عليه الفنجز ينام فوقه ويطير الطيره فردت المحميه ردت اقسمها بالنص قالوا ما طول خففت الفنجز بعد ما عليه شيء يعني فنجز من يشوف القطين ومال الترتيب مال الحسون يستغل الفرصة والحسون يريد مكان هيك مثل هذا مثلا هاي الجهة وهذا الصندوق مال الطماطم هذا معاش ايش بالاصل الحسون ويجي فوقه يكمل عليه هذا الفنجز قبل فترة قلت لكم أنا شوفوا الأشجار من رشيتها شلون تطلع شوية تروح التراب عليها وهي همتين ترتاح لأن يعني هذا الغبار أبيه ورقة ما تتنفس عدل هاي الشجرة صارت بصف هاي غلط لأنه هاي الشجرة فيكس تكبر بسرعة راح احتمال أدورها لأنه حتى العرق مالتها وين صاير بصف هاي الشجرة بصف هذا شو اسمه حاطه أنا على مود يعني مثل الدنجيل هذا فلازم ادورها احتمال على واحد احفر لها وادور لها بذيك الجهه خليها بذيك الجهه بها قليل اشجار يعني مثل اخليها هنا صف هاي مكانها فارغ ماكو وتقدر اخلي بعد وحده هناك يعني هذا السطر هنا وراح اقلم التينه كلش اقلمها
لأنه إذا كبرت مو حلوة، هاي التينة تصير عالية مو حلوة. هذا الفيكس راح أخليه هذا المستوى على مود تعرض، فقط تعرض راح أقصه على مود ألوحة. ليش أحط الدرج وأظل صاعد نازل؟ فأخلي شجر هيك مسافة فد مترتين ارتفاع، وهاي هيك يصير ارتفاع. هذا يفيدها، يفيد الحسون، بس طبعا الحسون إذا عشعش بهاي الشجرة ما يجي بعد واحد يعشش بيها، فقط هو يعني ما يخلي طير مثل الحسون الثاني يعشش. ممكن الفنجز ممكن يعشش وياه، لا خلي له عشوش. هذا الحسون مثلا، عندك هذا الفنجز هنا معشش زوج، واحد بالجوة واحد فوق هنا، يعني صايرات اثنين بهاي الشجرة. عندك ذيك الشجرة الصغيرة رويتكم فرخاتها هناك، الرارنجة ذيك الأخيرة هم بها عش. شوف احنا هاي الطبيعة ماكو الطير يتونس بها، واحد يتحفز. شوفوا هاي الشجرة، وهي شو اسمه ضعيفة أصلا، هي منهم مالتها ضعيف الزيتون كلش ضعيف. هذا شوف العش مالت الطير، طبعا هذا بس للمنام، يمكن ما تبيض بيه الطيرة، يعني الطيور كلها هسه حاليا مبيضات. شوفوا اني ما اقدر ادن هذا، شوفوا طلع هذا على فقاس البيض البي كل ساعة يطلع، وهذا الجو بارد ينمرك. هذا العش اقول لكم عليه، شوفوا ولو شوفوا هذا العش. طبعا ثلاثة معلمات واثنين فازدات البيض، منهم بيضات خمس. هاي الطيور ذيك طيرة ماتين، وهذا الفحل اللي جاي، هذا الفحل شو اسمه. طبعا انا ردت يعني لا ارادية ظل هذا الفحل، هو انا مطلعه بس لا ارادية، دورنا على المهمية وبالليل طلع لابد هذا. طبعا هذا معاق رجله هيك قاله، مجرد كان كبير وحطيت له الحجل خطية، رجله انحفت من القوة دخلت الحجل، فرجله ظلت معاقة وقالوا ما ينتج. وهسه نشوف شلون ما ينتج لو ما ينتج. الطيرة ذيش اللي وراه، هذا الفحل، هذا الفحل والطيرة ذيك اللي وراه. شوف شلون اللي هنا تسوي، يردي يطبل العش، خلنا واخر عنه. بس راح يجي العش بالشجرة عشة، والكناريات ما ادري يعني جاهزات شنو، انتو شو تشوفون جاهزات؟ بس بعده مو للثاني، للثالث يلا للثاني، يعني انا بالثاني ادري بي يجهز، لان سوى قاعد يصفي ريش مالت جناحه، يعني بي تعرفون الطير الكناري الحين ما يصفي يلا يجهز يبيضه. هذا اجي شوفوه، طبعا يخاف عدنا هذا، راح يجي العيش مالته. طب شو دخل يعني ذني، اذا خطيه اذا ظل ذني هيك يفسد البيض، فخليه يقف هنا احسن، يعني لازم اوخر عنه، يعني مو مثل ما طول. انا هسه كملت هاي السقي مالتها الارضيه، بعد ما اوصلها يجي خلص ذن الفرخات وراح نحجل هذاك الجهه، يعني من وراء ممكن ادخل وراء، يعني شوف هاي الجهه اجي منها، هاي الدنقه اقدر اجي وراء، انا مو ليش يشوفني منها من الوجه مالته ويطير. هي هاي المشكله بالمحميه، لازم انت تعودن عليك بالمحمية تظل هواي على مود الطير يأمن من عندك وياخذ طبيعة عادي يقدر يطب ويطلع.
للعيش ويقدر يعني. ديك الايام من كان عندي ذنك الطيور القديمه كنت ادخل علينا واي، قام طير قاف ما يوخ. وأقل طقة الحسون يسوي انذار، حسون واقف على الشبك هذا يسوي انذار مني. طبعا هاي الطيرة 22 واعتزيت بيها وخليتها، انتاجها زين وحلو. هاي الطيور اللي جديدة جبتها على المحمية، مثل هذا الطيور اللي كانن عايشات بالخانة. من ندخل أنا ما يأمن يروح يرجع للعش يقف، لأنه بعده جديد بالمحمية. كون أطلع ويشوف أمان كله إن شاء الله يرجع للعش، ولا هو ذاك الفحل راجع يعني ماكو مشكلة. بس شفت الطيرة عبالي الفحل وياها، طلع مو الفحل، مو فحلة، هذا مو فحلة. الطيرة هنا شفتها فوق عسبالي فحلها، اللي قلت لين كل ما أطب ألقاها نسوى، كل ما أطب يطلعن من العش، أسمع طقطقة يطلع من العش ويشوف أكو شيء ماكو شيء يرجع. مثل يعني تفاجأت مثل الطير الوحشي، يعني مثل العصفور او بقيه الطيور الوحشيه. طبعا الملكي بالشتاء انتاجه فاشل، هو اكو انتاج بس شوفوا شلون طاير، لان عندي بس اربعه. طبعا اللي اختاريتهن طايره فحل على اساس المخاليف ما يبين عندك من الفحل من الطيرة، يعني مخلف ما جاي يبين عندك الفحل تعرفه من العين، غير ما يعرفه لا لون ولا إلا كان الفحل من الصوت مالته يبين الفحل. أما إذا كان المخاليف ما يعرفه. فاختاري زوج بزوج، طلع زوج طير وفحل وذنك اثنين طواير، لانهم خاليف ما عرفتهم. هسه عندي فحل واحد وثلاث طواير، الانتاج يصير ما راح يزوج، لانه الطواير كلهن يتكونون على الفحل ما راح يتزوجن هسه. وانا اريد هسه ماكو الشتاء لان يتعبوا بدون فائده، ما راح ينتج لان برد وراح يلاقيه البرد. تعرفون انتو طير وبرا هذا حاله حال الفختل برا، شوف الفختل برا ما يعيش عيش، بس الفنجز العيش مالته يكون العيش مالته مدور، يعني ما ياثر عليه المطر. اللي اراويكم العجول اللي جبتها الجديده، هذا الحجل 25. طبعا الحجل اسود على الموسم، كل موسم له لون. الحجل الاسود المية مالته ب40. هذا الحجل الاسود طبعا كاتب عليه محمية السهيل ورقمي، هذا رقمي بي. المية مالته ب40. طبعا انا بالنجف يم اللي يعرف ابو شمس للعجول، تصنيع العجول اي حجل يعجبك، حتى مال صقور مال كل شيء تريد اي طير يعجبك يسوي لك اياه. كان حجل الفرخات هني لانه صار وقت عدي هواي طول، ما اريد اضيع وقتي
المحمية بدون فائدة، لأنه الطيور تريد تأكل. شوف هسه هاي الطيرة والله راح أحدد فرخاتها وهي ما تؤخر، لأنه صباحي الإنسة ما أدري متاتها غيوب لو ما متاتها، دخلت عليها غبشة. شوف وين راحت، هذا عشانا راح أجيب لكم هسه الفرخات يعني هنا وأجيكم على مود الفرخ. هذا مزرع يعني التزريع مالته استوى مزرع، فتقدر تحجله هذا الوقت مالته تمام. هذا على مود لا تأذي الطير. شوف طبعا ما اكو اكل عده، لانه طاب من الصبح انا يعني الطيور تكون تاكل ونزق فرخات، فخلنا حجله وارجع احنا بسرعه. شوفون حجلت هذا راهي. تأجيله شوية طبيعي يعني تأجيل مالته، إذا كان شوية أكبر صعوبة بالتحجلة. نجيب الثاني على مود لاني بعد ما يعني مو مع التأجيل صغار يعني فد يومين تحجرين هذني فرخات صغار بعد ما يعني مو مع التأجيل لان صغار. شوفوا هذا صغير هذا وراد له على ما شوية يكبر يعني مو مع التأجيل. أنا أراويكم هذا الفريخ هنا، بما أن إحنا طلعنا الحجول البقية راح أراويكم هذا الفريخ. ما اقدر اطلع وجهه لانه اريده الطير مأمن. هذا الطير مالته طبعا لا يتباق، هذا الطير شوفوا على اطلع الوجه مالته يعني احتمال يطير وبعد ما يرجع. ليش حجم مالته 25 لاني هذا كم يوم ما يطلع. هذه الفرخ الثانية نفس الشيء، أوف البقية نفس الشيء. هذا طبعا كله لا يتفاق طبعا. شوف بعده مو صافي ما نعرف. ما أريد نطول عليكم، وإن شاء الله موسم خير للجميع. ولا تنسونا بعد التوب كيفكم، بقى تريدون تعلقون تريدون ما تعلقون، تريدون تسوون مشاركة، اللي ما مشترك خليه يشترك بالقناة. على مود صرنا واهس نكمل بالمحمية، يعني تعرفون انتو مثل ما قلت لكم من قبل ماكو واهس للمحمية وماكو تعاليق، لا اكو تفاعل بالقناة العفو. فالأريدة من عندكم
شنو المطلوب من عندي كمحمية عندي أني؟ شنو المطلوب من عندي؟ أو عندك سؤال أو استفسار بالمحمية اطلب لي على أي مازنجر أو اطلب لي على الواتساب، راح أترك رقمي أي واحد عنده سؤال خاصة بالمحمية. بالخانات لحد يدخل عليه ويسألني، ما لي شغلة بالخانات، عمري ما ربيت طير بالخانات ولا حطيته بقفص، مجرد ردت يعني أزوج الطير اللي أريده بالقفص وأطلعه فقط، وما صارت عندي همات يعني، لأن هو أنا حاطه بالمحمية وتجيبه وتخليه عسى ما شهرنا ما يزوج، طلعه برا ما تروح يزوج اللي يعجبه بالمحمية، إلا تخليه بغير مكان يعني مو بداخل المحمية، إذا خليته مثلا بغرفة بعدت عن الطيور البقية ممكن يزوج والدور دخله، بس إذا كان زاوج عندك بالمحمية ويلقى طيرته القديمة يرجع على ذيك طيرته القديمة، يقوم يشبش منه ويرجع منه. فما رد نطول عليكم شباب، وإن شاء الله موسم خير للجميع، وإن شاء الله استمتعوا بالمقطع، ولا تنسون الاشتراك بالقناة، اللي ما مشترك يشترك، واللي مشترك فالتعليق حلو يلوق للمحمية مالت السيئة. ومع السلامة.